أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. قبل قليل توقف مباراة برشلونة وقادش في الدقيقة 82 بسبب إصابة أحد الجماهير. حياة الإنسان أهم الأشياء، أهم من اللعبة، كل شيء يتم إيقافه مقابل سلامة الإنسان. النادي لا قيمة له دون المشجع، أهم رسالة من الممكن استنساجها من الحدث. في دول العالم الثالث لمجرد أنك تشجع ناديك المفضل يقع قتلك في المدرجات وخارج المدرجات. حارس مرمى قادش يركض ليسلم المسعفين حقيبة الإسعافات الخاصة بالنادي، موقف بطولي ورائع من حارس مرمى قادش، وطبعا قلق من جميع اللاعبين، والمباراة متوقفة أكثر من نصف ساعة ولا ندري هل سيتم استكمال المباراة أم لا.